بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيب. قبل البدء، الصغار الأعزاء، نرجو منكم الهدوء، وإذا كان في أحد من الصغار ويا أحد من الكبار يكون جلسة جنبه من أجل تفادي الفوضى أثناء الاحتفال. جزاكم الله الخير. نحتفل هذه الليلة وهذه الأيام بمناسبات عظيمة. عظمة هذه المناسبات إنما تنطلق من عظمة الشخصيات التي ولدت في هذه الأيام المباركة. ففي 3 من شعبان في 4 للهجرة وفي المدينة المنورة شع نور من أنوار الله، إذ ولد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذه الولادة التي تحولت من أول يوم لها إلى رسالة سماوية، نزل الأمين جبرائيل كما يقول كما يروي الإمام الصادق عليه السلام على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا محمد، إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك. فقال: يا جبرائيل، وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي. فعرج جبرائيل ثم هبط، فقال له مثل ما قال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل، وعلى رب السلام، لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي. فعرج جبرائيل عليه السلام إلى السماء ثم هبط، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فقد رضيت. ثم أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى فاطمة عليه السلام: إن الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي. فأرسلت إليه: لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك من بعدك. فأرسل إليها: إن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية. فأرسلت إليه: أن قد رضيت. لقد شكلت هذه الولادة من أول يوم رسالة سماوية شع نورها من ذلك اليوم وإلى هذا اليوم، وسيبقى هذا النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عندما ترفع راية الحق، راية المهدي، راية المنتظر، راية العدل، راية القائم المؤمل، والتي ستحمل اسم الحسين، والتي ستكون بعنوان: يا لثارات الحسين. وإنما هذه الراية انطلقت منذ ولادة الإمام الحسين عليه السلام، فولادته شكلت رسالة سماوية من أول لحظة لهذا النور العظيم. كما ولد في 26 من بعد الهجرة وفي 4 من شعبان، وفي مثل هذه الليلة العباس بن علي بن أبي طالب، ذلك الشجاع المسلم ساقي عطاشا كربلاء قمر بني هاشم، والذي وصفه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة
صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله عليه السلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا، كما قال فيه الإمام زين العابدين رحم الله عمي العباس: فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وفي مثل هذه الليلة وبينما تتكالب قوى الشر والتكفير والشرك من أجل محو آثار أهل البيت في أرض الشام، فإن جند الله ورسوله إنهم أبناء مدرسة العباس قد وقفوا صفا واحدا صلبا لكي يمنعوا ولن يسمحوا أبدا بأن تصل قوى التكفير لتسبي السيدة الطاهرة الزكية السيدة زينب عليها السلام. فسحقا لهم وتبا لهم، ومنذ استشهاد العباس وحتى ظهور المهدي فإن تلك الدماء ستروي وستظل في عروق شيعة آل محمد من أجل كسر كل طرق الغي والشرك والكفر والتكفير مهما بلغت وارتفع صوتها وساعدها كل من في الأرض. فدماء العباس ما زالت تسري في عروق شيعة آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. أما القمر الثالث والذي ولد في الخامس من شهر شعبان في السنة 36 بعد الهجرة هو الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام، والذي اشتهر بالكثير من الصفات النبيلة والعظيمة، ومنها ما كان يشتهر به من مساعدة الفقراء ليلا وحمل الجراب على ظهره، ولم يعرف أنه هو من يحمل تلك الجراب ويساعد بها الفقراء حتى استشهد سلام الله عليه، فعرف أنه كان يكفل عشرات العوائل في المدينة المنورة وافتقدته بعد أن استشهد، وتلك هي سيرته كما هي سيرة جده أمير المؤمنين عليه السلام. وفي باب الفقراء يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن المسكين رسول الله. ويقول في ذلك الفقيه آية الله جواد آملي في تفسيره لذلك الجزء من الحديث: أي إن السائل المحتاج إذا جاءكم فهو رسول الله إليكم، وإن الله هو الذي أرسله. غاية الأمر أن الإنسان العادي الذي ليس لديه رؤية توحيدية والمحروم من عن شهود الرؤية التوحيدية يظن أن السائل جاء ليطلب دراهماً لكي يرفع حاجته المادية، غافلاً عن أن هذا السائل جاء من مكان بعيد ومعه رسالة الله، والله أعطاه مأمورية في أن يطلب شيئاً منكم أنتم المتمكنين ويأخذ حقه المقرر له، ولم يأتي حتى تعطوه شيئاً من حقكم. وكما يقول الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. للشخص الذي لديه قدرة على السؤال أو الذي ليس لديه قدرة على السؤال، كلاهما لهما حق معلوم وحقه موجود في أموال المستطيعين. ولهذا قال تعالى لصاحب الحق: اذهب وقل لهم إن الله يأمركم بأن تعطوني حقي، وعلى أساس ما جاء في الرواية المتقدمة وهي أن المسكين رسول الله،
إن السائل رسول الله إليكم، ويجب أن يتعامل الإنسان مع السائلين بهذه الرؤية التوحيدية. آية الله الشيخ جوادي آملي، ونستقبل أولى هذه الفقرات مع كلمة لسماحة السيد ياسين السيد قاسم، نسبقه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتقدم إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام بأعز وأرفع وأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة، وهي ميلاد أو مواليد أبطال كربلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك يشرفني جدا ويسعدني كثيرا أن أقف بين أيديكم المباركة لألقي عليكم كلمة بهذه المناسبة العطرة، وحيث خصصت هذه الليلة لأبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، فسوف يكون حديثي حول هذه الشخصية العظيمة والفذة والإلهية والربانية. الحديث حول العظماء حديث طويل الذيل، لا يمكن أن تسعه كلمة لربع ساعة أو لثلث ساعة، ولكن حيث أخبرت متأخرا وكذلك مراعاة لمقتضى الحال، سوف يكون البحث في نقطتين. هاتان النقطتان نحاول أن نستجلي من خلالهما مقام أبي الفضل العباس عليه السلام في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المقام الأول الذي يمكن أن نتعرف من خلاله على مقام أبي الفضل هو الزيارة التي زار بها الإمام الصادق عليه السلام عمه العباس. من أين يمكن لنا أن نتعرف على مقامه؟ أقول من خلال نفس زيارة المعصوم له. لم تردنا كما تعلمون زيارة عن أحد من المعصومين في غيرهم إلا زيارة الإمام الصادق عليه السلام في العباس عليه السلام وأصحاب الإمام الحسين، وكذلك رواية أو زيارة الإمام الرضا للسيدة المعصومة. يعني ما عدنا زيارات من معصوم إلى غير المعصوم إلا هذين تقريبا، ويمكن أن نضيف إليهم مسلم بن عقيل. من خلال زيارة الإمام الصادق عليه السلام لعمه العباس نعرف مقامه. يعرف مقام المزور من خلال الزائر. إذا كان هو الإمام عليه السلام وقد عبر عنه بالعبد الصالح، أصل مقام العبودية هو أرفع المقامات. عندما أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه ماذا عبر عن؟ أسرى بعبده ليلا. أهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله هو العبودية، هو أعظم مقام ناله رسول الله. لم يعبر في الآية بأنه أسرى برسول الله،
قال أسراب عبده. يقولون إذا ذكر وصف في جملتين نعرف أن هذا الوصف له حيثية، له مدخلية. الآية الكريمة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا قالت العلماء ما قالت فلان وفلان وفلان؟ لحيثية العلم، أن العالم هو الذي يخشى من الله سبحانه وتعالى. سوف يأتي علينا في طيات البحث أهمية المعرفة، وأن المعرفة هي مدار حياة الإنسان وقيمة الإنسان وكل شؤون الإنسان، هي هدف من أهداف خلقة الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول الإمام الباقر إلا ليعرفون. فالمعرفة هي الأصل، هي الهدف. فإذا من خلال الزيارة، يؤسفني أنني لم أنقلها، ولكن نفس أن المعصوم زار غير المعصوم بمثل هذه الأوصاف يشير إلى مقام أبي الفضل عليه السلام. هذا المقام الأول وقدمته لاختصاره. المقام الثاني هي رواية عن الإمام عليه السلام، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال رحم الله عمي العباس فلقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان قاتل مع أبي الحسين حتى استشهد. هذه الرواية مع قصرها وقلة مفرداتها إلا أنها تبين لنا مقام أبي الفضل عليه السلام. أولا أن حيثية مقام العباس في كربلاء ليس هو الشجاعة وفقط. يعني ليش أبو الفضل العباس استشهد مع أخيه الحسين؟ لأنه شجاع وفقط. ما هو الدافع الذي دفع أبو الفضل أو دفع أبا الفضل إلى أن يقاتل؟ هل لأنه شجاع وفقط؟ كعدنا ما شاء الله من أصحاب كمال الأجسام وأقوياء البدن والجثة والكبار كواي، لكن شفنا منهم واحد ضحى بنفسه من أجل الدين، من أجل الإمام، من أجل كذا. فنعرف من خلال هذه الرواية أولا أن أبو الفضل، أن أبا الفضل عليه السلام لم يقاتل مع أخيه الحسين لأنه قوي وفقط. دائما الخطباء يشيرون إلى هذا المعنى، أنه لأنه شجاع وكذا. نعم كان شجاعا، لكن ليست الشجاعة هي التي دفعته إلى أن يقاتل مع أخيه الحسين. فما هي الحيثية إذن؟ قال الإمام نافذ البصيرة صلب الإيمان حتى استشهد مع أبي الحسين. فهناك سبب ونتيجة عندنا، أنه نافذ البصيرة صلب الإيمان، سبب هذين الأمرين أو نتيجة هذين الأمرين وهما السبب هو أنه استشهد مع الحسين عليه السلام. فما هو معنى نافذ البصيرة؟ وما هو معنى صلب الإيمان؟ ما هو معنى البصيرة؟ وما هي أسباب البصيرة؟ حتى نتوفر عليها. يعني الآن نحن نعيش في عصر الغيبة، نحاول أن نمهد إلى ظهور إمام عصرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين كيف نستفيد من هذه الرواية؟ أن السبب الذي جعل العباس عليه السلام يستشهد مع أخيه الحسين هو أنه كان نافذ البصيرة وصلب الإيمان. ما هو معنى نافذ البصيرة؟ هناك بصر وهناك بصيرة، هناك نظر بالعين الجارحة الباصرة، هذه إحدى الجوارح، وعندنا جانحة، عندنا عين معنوية وهي عين القلب. دائما يقال أن بعض الرجال، بعض الرجال هو فاقد للبصر المادي، لكنه فاقد، لا لكنه واجد للبصيرة، متوفر على البصيرة.
إذا قال كلام بتعبيرنا مسمار في لوح، إذا قال كلام دائما صحيح، إذا قال يا ولدي لا تسوي كذي هو ما يشوف، لكن كلامه يكون صائب. هذا هو معنى البصيرة، هو يفقد البصر لكنه يرى بعين القلب. البصيرة هي أن يكون هناك للإنسان رؤية قلبية. أحيانا أشياء لا ترى بالعين الباصرة ولكنها ترى بالقلب. ترى بعض علمائنا الرواية تقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا ما يملك بصر أحيانا هذا المؤمن، لكنه يمتلك هذه البصيرة أنه ينظر بنور الله. إذن هناك رؤية بصرية، هناك رؤية مادية، وهناك رؤية معنوية. ما هي أسباب الرؤية المعنوية؟ ما هو الطريق لنيل هذه البصيرة؟ أولا التقوى، خوف الله سبحانه وتعالى. إذا خاف الله سبحانه الإنسان، إذا خاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى مهد إلى حصول البصيرة عنده. هي عبارة عن التسديد ليس شيئا أكثر. ترى بعض الناس، بعض المؤمنين إذا قال كلاما تجده كأنه يرى الواقع. هذا من أسبابه صفاء الباطن، صفاء الداخل، روح شفافة يمتلك. يعني بعض الأمور أنت تقول أن هذا بعض العلماء يمتلكون عندهم كشف، ويقول لك لا لا أصلا ما عندي حالة من الكشف، فقط شخصت واقع معين، قلت فلان لا تفعل كذا، فلان التفت إلى كذا. هذا نوع من التسديد الإلهي بسبب صفاء هذا الباطن، باطن هذا الإنسان، داخل هذا الإنسان، خوفه من الله، التزامه بالواجبات، ابتعاده عن المحرمات، تؤسس إلى هذا الأمر. فالأمر الأول هو التقوى. الأمر الثاني الذي يؤسس ويمهد إلى حصول البصيرة عند الإنسان هو العلم والمعرفة. قلنا أن أهم مواضيع الحياة في الإنسان عند الإنسان هو المعرفة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت بحاجة فيها إلى معرفة. أي حركة للإنسان على أي مستوى يحتاج إلى أن يعرف، إلى أن يعلم. أنا الآن وين باروح؟ أنا وين في موقعي في الحياة؟ وين؟ ما هو هدفي في الوجود؟ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن أحقق أهدافي؟ هل أنا وهذا الحيوان واحد؟ هل أنا فقط همي أن أعمل وأن أحصل على الأموال وأن أأكل وأن أتزوج وأن أنجب الأولاد؟ في فرق بيني وبين الحيوان أو لا؟ كرمني الله سبحانه وتعالى بالعقل أو لم يكرمني؟ ما هو دور العقل في حياتي؟ من هنا دعوة للإخوة وللآباء، لأنه إذا كان هناك نشاط صيفي فليحث الآباء الأبناء على ذلك. تكليفنا نحن الآباء أن نربي أبناءنا. هناك جمع من المؤمنين تصدوا إلى مثل هذا الأمر، رفعوا عنا جزء من تكليفنا أمام الله، فبعد نحتاج إلى أن نساعدهم في ذلك، في حث أبنائنا للمشاركة في مثل هذه النشاطات واللجان والدروس وغيرها. فالمعرفة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني ما يتقنه من علم. قيمة الإنسان بقيمة معرفته. يتفاضل الناس بمعرفتهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا تقدير في الآية الكريمة أنه يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة،
والذين أوتوا العلم درجات. فنحن بحاجة إلى المعرفة، لا تقتصر على الشباب فقط أو على مراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، إلى أن يصل الإنسان إلى قبره هو مطالب أن يتكامل، يتكامل من خلال المعرفة. رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذه ثلاثة أسئلة مهمة في حياة الإنسان لا بد أن يطرحها على نفسه، أن يعرف موقعه في الحياة، هدفه في الحياة، ماذا أمثل في هذا الوجود، وين رايح أنا، وين أريد أروح. كما أني بحاجة إلى التخطيط على المستوى الدراسي، أخذ هذا التخصص، أوصل لهذه المرحلة، أعمل هذا العمل، كذلك على المستوى النفسي والروحي والمعنوي الإنسان بحاجة إلى ذلك. فإذا المعرفة هي أهم شؤون الإنسان. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. على المستوى العقائدي يحتاج الإنسان إلى أن يتعرف، أن يقترب من الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول ليش أنا إذا صليت صلاتي ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليش أنا ثقيل علي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع سبب من أسباب ارتباط الإنسان بالصلاة. كيف يخشع الإنسان؟ يحتاج إلى معرفة. إذا عرف الله عرف بين يدي من يقف، حينئذ سيخاف وسيعرف بين يدي من ويخشى. هناك ثلاث معارف على مستوى العقائد مهمة. المعرفة الأولى في الدعاء عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله زرارة لو أدركت عصر الغيبة، الإمام غاب، وش أسوي؟ قال له ادعو بهذا الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ثلاث معارف مهمة: أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف النبي، وأن تعرف الإمام المعصوم. نحن نعيش في أجواء مواليد أبطال كربلاء، لا بد أن نقترب منهم، أن نتعرف عليهم، أن نتعرف على إمام زماننا، ونحن في شهر شعبان. إذن هذه معرفة على مستوى العقيدة. على مستوى الفقه: ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. للصلاة مقامان: معرفة ظاهرية ومعرفة باطنية. هذه المعرفة الظاهرية مهمة، أن نعرف قوانين الصلاة، نعرف الفقه للصلاة، هذا أمر مطلوب، وبحمد الله نحن كلنا واجدون عليه إن شاء الله. كلنا نعرف كيفية الركوع الصحيح، كيفية السجود الصحيح، القراءة الصحيحة، هذا أمر مهم جدا وفي غاية الأهمية، لكن نحتاج إلى معرفة باطن وحقيقة الصلاة حتى تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا أطيل في هذه النقطة. العباس عليه السلام كان نافذ البصيرة، صلب الإيمان، عندنا إيمان وعندنا صلب الإيمان. الإيمان مفهوم كما يقول مناطق مشكك، مراتب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هم مؤمنين لكن بعد يأمرونهم بالإيمان درجة أعلى. نحن بحاجة إلى أعلى مراتب الإيمان. إيمان، في إيمان على مستوى، خلنا نمثل تمثيل خارجي، في عندنا إيمان مع المسيرات يمشون فيها بس كذي فروا ويرجعون، لا عندنا مسيرات خشنة. المسيرة الأولى هي إيمان، أضعف الإيمان، لكن عندنا مسيرة تحتاج إلى صلب الإيمان. العباس عليه السلام عرض عليه في يوم عاشوراء الأمان من قبل شمر بن ذي الجوشن عليه لعائن الله
لو كان فقط إيمان كان ممكن مخرج شرعي تدور لحيلة شيء يطلع منها، لكن صلب الإيمان. يرى الموت أمامه، يرى هو الموت أمامه لكنه لا يتراجع، يقدم عليه. قلت نصرة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تحتاج إلى هذين الأمرين: نافذ البصيرة، إنسان يكون واعي العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، يحتاج الإنسان أن يتابع، أن يرى، أن يشخص، أن يتعرف على الأطراف الصالحة، الأطراف الطالحة، على المؤسسة الصالحة، على العالم الصالح، على من يتبع، على هذه الأمور كلها بحاجة الإنسان إلى أن يشخصها، أن يكون واعيا، وفي نفس الوقت أن يكون صلب الإيمان، لا أن يتراجع في لحظة الحسم وفي لحظة الاختبار. لذلك العباس عليه السلام مثالا واضحا وحجة بالغة علينا. احنا احيانا نقول لا هذا الإمام معصوم، انا ويش يوصلني هنا؟ لكن العباس عليه السلام ليس معصوما عصمة ذاتية او عصمة واجبة كما في العقائد، وانما هو هي عصمة اكتسابية، مرحلة ومرتبة من مراتب العصمة، يعني عصمة نسبية. العباس عليه السلام حجة علينا، حجة علينا في هذا المقام، أنه لم يكن معصوما ولكنه امتلك وسائلا وأسبابا لنجاته، لرفعة درجته. معرفة العباس لو لم يكن فقيها لما نال هذه الدرجة من بين الأصحاب، حتى أصحاب الإمام الحسين مراتب، أصحاب النبي مراتب. لو علم المقداد ما في قلب سلمان لقتله، مرتبة من مراتب المعرفة. كذلك أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أيضا مراتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشكر سماحة السيد ياسين السيد قاسم على مشاركته القيمة في هذه المناسبة العظيمة، ونتضرع إلى الله عز وجل بأن يحشره مع محمد وآل محمد، وأن يثبتنا وإياه على ولاية محمد وآل محمد. في حديث قدسي عن الإمام الباقر عليه السلام لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال عز وجل: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. يعلق سماحة آية الله الشيخ جواد آملي على هذا الحديث بالقول: هنا تكمن خطورة المسألة، فلا بد من الاحتراز من المعاملة مع الخلق بالإساءة والاستهزاء والاحتقار، فلعل من تعامله يكون وليا لله تعالى وأنت لا تعلم، فتقع في حرب مع رب العالمين ويأتيك البلاء من كل مكان وأنت لا تشعر. إن دراسة حياة أهل البيت عليه السلام كانت وفق عدد من المناهج، أحد تلك المناهج هو المنهج التحريفي، وهو المنهج الذي اعتمده بالدرجة الأولى الأمويون ومن هم في ركبهم. هذا المنهج الذي لا ينظر إليهم عليهم السلام كشخصيات رسالية، بل يفصلهم عن الرسالية ليعتبرهم شخصيات عادية ذات مطالب شخصية ومطامع شخصية،
وهذا المنهج يميل إلى تحريف حياة الأئمة من أجل تبجيل الأمويين والطعن في أهل البيت، فتراه من خلال ما يرويه يصل إلى أن الإمام علي عليه السلام يفتقد إلى مزايا الزعامة السياسية من بعد نظر وحنكة ويقظة وعزم، بينما معاوية الذي أوصلوه ليكون رضوان الله عليه، بل أكثر من ذلك وصلوا إلى أن يقولوا أن آكلة الأكباد أمه التي أكلت كبد الحمزة بأنها رضوان الله عليها. هذا المنهج وصل إلى أن معاوية هو ماذا؟ هو السياسي صاحب البعد النظر والحنكة واليقظة والعزم. هذا المنهج الذي وصل به الحال لأن يبرر نبش قبر حجر بن عدي بأن يبرر قتله أصلاً بالقول بأن سبب قتل هذا الصحابي العظيم الجليل بأنه يعني لا لسخافة العقل، يا لغياب البصيرة، يا لغياب الدين، بأن حجر بن عدي كان في المسجد يجلس ووقف زياد بن أبيه الذي ليس له أب غير معلوم الأب ليخطف المسلمين، مجهول الأب يخطف المسلمين ليقول حجر الصلاة الصلاة، فيسكت زياد بن أبيه، ثم يعود مرة ثانية فيقول حجر الصلاة الصلاة، فيكتم زيد بن أبيه ثالثة فيكتم زيد بن أبيه، ثم قام زيد بن أبيه وأرسل خطابه إلى معاوية. طبعا هذه الرواية المحرفة بس نستمع إليها لكي نرى مذا حقارة هذا المنهج، ليرسل إلى معاوية بما حدث بينه وبين حجر بن عدي، فيستدعي معاوية حجر بن عدي فيقول له ما بالك فعلت كذا وكذا، فيقول له بين قوسين يا أمير المؤمنين، فقال له أتعترف أني أمير المؤمنين وتعصي أمرائي؟ فأمر بقتله. ولماذا أمر بقتله؟ لكي لا تسقط هيبة الأمراء. الله أكبر. بالضبط هذه هي أفكارهم في قتل الأبرياء، عندما يقتلون في الأسواق وفي المساجد يقولون هذه العبارة: إننا إن قتلنا خيرا فقد عجلنا به إلى الجنة، وإن قتلنا شريرا فلقد ارتاحت الأرض منه. هذا هو فكر التكفيريين الخوارج الجدد الذين يحملون فكرا تكفيريا، يحملون راية لا حكم إلا لله، ولكنهم بفكر قد أضيف له فكر سياسي أموي. أما الآن فمع قراءة وتبارك بالمولد الشريف مع الأخ عقيل جلال الحمد في دقائق معدودة، فلنستقبله ونبارك لأنفسنا ونتبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. من لم يجد ما يكفر به عن ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. لحفظ جند الله وجند رسوله في أرض المعارك وفي الثغور، نرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآله وسلم. وقال الراوي: فلما كان يوم الجمعة رابع شهر شعبان سنة 26 للهجرة الشريفة،
وقد مضت 9 أشهر لفاطمة أم البنين على حملها بالعباس بن أمير المؤمنين. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام، وإذا قد اعترتا ما تعتري النساء حين الولادة، وإذا بها قد وضعت العباس أفضل الصلاة. فاطمة الزهراء صلوات ربي، الحسن والحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان. محمد يصلي على محمد وآل محمد. هناك منهج آخر لدراسة حياة كل إمام بصورة مستقلة عن الإمام الآخر. بعد المنهج التحريفي هناك منهج آخر يدرس حياة الأئمة على أن كل إمام منفصل عن الإمام الآخر، وهذه الدراسة لحياة كل إمام هي دراسة مطلوبة، ولكنها لا يمكن الاعتماد عليها اعتماداً كلياً، لأنها قد تظهر أن هناك تناقضاً وتبايناً بين حياة الأئمة عليهم السلام، فالحسن يصالح والحسين يتخذ من الثورة طريقاً لإسقاط حكم بني أمية، والسجاد يمارس الدعاء، والباقر في التفقه والصادق، وكذا بقية الأئمة. لذلك فإن هذا المنهج هو منهج غير كافٍ. أما المنهج الذي تعتمده مدرسة أهل البيت لدراسة حياة الأئمة هو المنهج المتكامل الذي يدرس حياة الأئمة بصورة مستقلة وبصورة متكاملة، لأن ما يأتي به الإمام العسكري إنما هو مكمل لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الآن فمع الأهازيج والرادود عبد المنعم المرزوق، ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. لحفظ سيد المقاومة، لحفظ سماحة السيد حسن نصر الله، لحفظ شبل رسول الله، لحفظ حافظ المقدسات، لحفظ ابن رسول الله ابن علي قائد جند علي، فلنرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
أزف لكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مولد أبطال كربلاء عليهم السلام. سأل المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبات ونحن في حال أفضل من هذا الحال بنصر مؤزر وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. ثانية على حب أبي الفضل العباس بأعلى أعلى أصواتكم. أهل الحب يقولون الجنون فنون، أهل الحب يقولون الجنون فنون، ونل والهان وجنون العشق فني. ما بالغ لو أن قلت لك تجنن قاس، وكل ذاك الجنون تعلمه مني. فشل قيس بغرامه وخابت ظنونه، وانا بشوق وغرامي حققت ظني. العشق مو بالخدود وجرة الكحلة ولا لمس الجفون إلى مسن ذني، ولا موعد تقول ويا محبوبك وتروح على الوعد ملهوف متعني. العشق طيب، العشق طيب ووفا وعزة وإبا وإخلاص. العشق سنة وشرع للحاج يودني، وانا الحبة حبنت هالبنت النبي الهادي، ودنيا وآخرة بهالعشق متهني. ولو انت سأل وقلت لي يا وكد حبات، أقول لك هالمحبة من صغر سني، واختمها مثل ما قلت أول بات. أنا الولهان وجنون العشق فني. يا حسين خام بالذي بحبك شغل ماله، يا حسين خام بالذي بحبك شغل ما لا ما تغني عنا بنينا ولا كثر ما لا، يا تعس حظ اللي عن درب الرشد ما لا، يا خامس أهل الكسى قبرك تجلى ونار بالكون، واللي يزورك ما تمسه النهار. باكر بيوم الحشر يجري الصراط ونار، والخالف الدين والفضلك جحد ماله. كون الله جدك ملاك انس وملك جنة، طبينا سوح الشعر صلنا وبعد جلنا 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 ردينا، والكل مثل عابس أخذ جنة. حبك على كل عقل يا ابن الوصي مرها، يا حسين احس خدمتك مثل العسل مرها. يل تحمل جنازة الطف كربلاء مرها، جنة مثل حضرتك ما ظن تصح جنة.
يا زوار الحسين وياكم اخذوني. كلنا عاشقين الحسين وكلنا متولهين الى زيارة الحسين، نريد اصواتكم ان شاء الله الليلة توصل الى كربلاء. يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين وياكم، هلا هلا يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين، يا من للزيارة وللسفر ناوين، يا من للزيارة وللسفر ناوين، وياكم اخذوني عرض زور حسين، من عند أريدر والقلب والعين، المحبوب القلب يا ناس ودوني، يا زوار الحسين، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار عاشق والعشق ما ينحمل تدرون، عاشق والعشق ما ينحمل تدرون، حب حسين عقلي هايم ومجنون، لاجل حسين اصير خادم وممنون، بس الكربلاء يا ناس ودوني، يا زوار، يا زوار الحسين وياكم، ما دين الوقت والقلب كله هموم، ما ادري الماتم هني يصفقون والله ما يصفقون، ما دين الوقت والقلب كله هموم، ودون الحبيب الضامي المظلوم، عاشق واليلوم علي خليلوم، عاشق واليلوم علي خليلوم، مو بيدي احب لا تلوموني، يا زوار الحسين، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، اهن يا لليروح الكربلاء يا ناس، اهن يا لليروح الكربلاء يا ناس، يزور حسين ويرد يعتني العباس، يزور حسين ويرد يعتني العباس، رفعت راس ابو احرار رفعت راس، وانا عاشق العباس تدروني، يا زوار الحسين، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، هن يا لليروح الكربلاء يا ناس، هن يا لليروح الكربلاء يا ناس، يزور حسين ويرد يعتني العباس، رفعت راس ابو الاحرار رفعت راس، وانا عاشق العباس تدروني، يا زوار الحسين، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوم، انت عزيز النبي وخسران كل من يهال، يا حسين وبمولدك هلال المسر يهال، الافراح الكم غدت عزه وتهاني، ويا هان بنت النبي المصطفى واللي تباع حيدرا، واللي لزم منهجك مثلك يضل حيدرا، انهن النبي وفاطم بهالمولد، وحيدرا اهل السماء والارض بجيك تنادي، يا هان
من زهر من ظهر نورك هلالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عباس من زهر من ظهر نورك هلالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عباس يا عباس يا من زهر من ظهر نورك هلالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عباس يا عم هلا يا واقف حسين وينتظر ميعادك يا عباس يا عب واقف حسين وينتظر ميعاده صار الوفا يا سيد بميلاده صيوان خوة والزنود عماده ضمك عليه وحزام خيك راده تنتظر هالخبر كل الموالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا هلا يا عباس كل المراجل تنتهي لزنوده والغيرة كلها تفايضت من جوده شدت حيل ابن الزكية بزودة وحد الشيم يوصل حد حدودة كل المراجل تنتهي لزنودة والغيرة كلها تفايضت من جودة شدت حيل ابن الزكية بزودة وحد الشيم يوصل لحد حدوده كل ملاك كل بشر شافك مثالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عب بعد يا هلا من ظهر من زهر نورك يلالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا هلا يا وحتى الزكية تباهت بجفنا ولها الستر بعلى العقل بعينه وحتى الزكية تباهت بجفنه ولها الستر بعلى العقل بعينه نور الكرامة يسطع من جبينه نور الكرامة يسطع من جبينه نور الكرامة يسطع من جبينه الهبتك عن نهار سجدة عوالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عباس يا عباس يا سعد حظ اللي درس بدروسه تنزل على القبة الشمس وتبوسه يا سعد حظ اللي درس بدروسه تنزل على القبة الشمس وتبوسه وناموس هالدنيا صدق ناموسه وناموس هالدنيا صدق ناموسه للمجد للفخر واهل المعالي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عب هلا يا عباس
عتبار كل شيعة من عتباره ما تنطي دخلك ولا ذا الجاره يمتن شد رحال ويزواره وتحسبنا يا ابن المرتضى خطاره تستعد للسفر نشوفك يا والي يا قمر يا قمر ضوى الليالي يا عباس يا عباس يا عباس بطل عباس قال الما يجيبنا بطل عباس وبطل عباس قال الما يجيبنا بطل عباس وبطل عباس قال الما يجيبنا بطل عباس يا لقلت يا لقلت حدر علي ما ينغلب تدري الكرار خلف يا ولد من يطب للحومة يقلبها قلب من يطب للحومة يقلبها قلب لأن هذا الشبل ومن ذاك الأسد بطل عباس بطل عباس قال الما يجيبن بطل عباس بالحرب بالحرب أذن أذان المرجلة الروس تسجد من يكبر صارمة صلت بخلف جماعة كربلة صلت بخلف جماعة كربلة حي على العباس صاحت فاطمة بطل عباس بطل عباس قال الما يجيبن بطل عباس مجموعة الطبايع كلها من نذر محتار الخليقة ما تحل غزة مرة تقول عباس البطل حيدر مرة تقول عباس البطل حيدر مرة تقول جعفر مرة الحمزة بطل عباس بطل عباس قال الما يجيبن بطل عباس ابو الفضل شمر جنوده ولو يطب تنتهي قبل البداية المعركة الحومة روحة وهو صار لها قطب لو تحشم زينب اخت تحركه بطل عباس بطل عباس قال الما يجيبن بطل عباس نويت اكتب قصيدة بزودة وبعزمة لكن احترت بشبدي مطلعها وانا ادري القصيدة بدبل يمة يرددها يضل والحرة تسمعها بطل عباس بنا بطل عباس قال الما يجيبنا بطل عباس بطل عباس قال الما يجيبن بطل عباس اخوتها اخوتها الله انطانا اشرف وارفع وسام وخلانا انتباه ونرفع الهام ما بين الخلق سمان خدام ها خدام حسين يسمونا خدام حسين خدام حسين يسمونا خدام حسين خدامك خدامك يا ابو اليم صبحنا خدامك يا ابو اليمة صبحنا وبحبك صدق احنا ربحنا وهالليلة الك نبدي فرحنا ها خدام حسين يسمونا خدام حسين هنا خدام حسين يسمونا خدام حسين تزهر بالفرح وتبشر الناس وتقلهم يا وادم ارفعوا الراس من افق العلا اشراف
العباس عباس هو وهاي افعاله عباس هو وهاي افعاله عباس هو وهاي افعاله عباس هو عباس هو وهاي افعاله عباس هو البطل عباس هذا الجاي عد نهر العذب عناي البطل عباس هذا الجاي عد نهر العذب عناي صاحب صوت لو هالماي لو تشرب عداي الماي شنهو الجيش شنهو الموت شنهو الجرف شنهو الماي ها ها جاب الشط عد حلق سكينة جاب الشط عد سكينة جاب الشط عد حلق سكينة جاب الشط عد جاب الشط عد حلق سكينة لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى 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 أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن أعادكم الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والفقهاء لا سيما لروح السيد الإمام والشهيد الصدر الفاتحة. أنتم نشكر الأخ عبد المنعم المرزوق والأخ جلال الحمد وندعو الله العلي الأعلى أن يرزقهم في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعتهم وثبتنا وإياهم على ولايتهم. ليلة غد إن شاء الله مولد الإمام السجاد عليه السلام سيكون في الساعة 8:30 بعد إن شاء الله دعاء كميل والزيارة سيكون بمشاركة سماحة الشيخ جاسم المؤمن والرادود أحمد السماهيجي بالإضافة إلى الشاعر عبد الله القرمزي. وقبل الختام ولتعجيل فرج صاحب العصر والزمان ولفك الأسرى ورد الغرباء ونصر المجاهدين وقضاء حوائجنا فلنرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب العباس بن أبي طالب بأعلى الأصوات. على حب الحسن والحسين وزين العابدين بأعلى الأصوات. أما الآن فمع الفقرة الأخيرة وهي السحب وهناك 6 جوائز. تفضل رئيس المأتم السيد عطية ليسلم الجوائز. سيد الرقم الأول هو الرقم 1. سيد مجتبى، سيد حيدر، سيد إبراهيم.
تفضل. رقم 20 20 64 64 64 لا تشيل بس قايم مالك من السيد حسين 64 قوم سيد زكريا يقولون وانت ها سيد انور ايش اسمه غير المهم خيرها بغيرها 91 91 91 سيد علي سيد حسين سيد احمد سيد محمد سيد يوسف يأشر علي ما غش 75 75 75 75 خلاص 6 6 سيد ناصر سيد مجيد رقم 100 100 100 100 سيد ناصر سيد عادل سيد عادل الخال مو لك الرقم رقم الأخير هو 23 23 أحمد فيصل أحمد علي ومع آخر الجوائز في الختام نذكركم بالاحتفال إلى الغد الساعة 8:30 ونختم بالصلاة على محمد وآل محمد